تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط نحو 7 أطنان مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر و450 طن ملح مغشوش. كل يوم يمر تحقق الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة نجاحا جديدا على صعيد ضبط قضايا السلع الفاسدة والتلاعب بالدعم بما يحفظ صحة المواطنين. فالإدارة نجحت في ضبط نحو 7 أطنان من مستلزمات إنتاج حلوى مجهولة المصدر، إضافة إلى أكثر من 230 ألف قطعة حلوى جافة دون بيانات بمصنع غير مرخص للصناعات الغذائية بالقاهرة. وتمكنت من ضبط 450 طن مستلزمات إنتاج ملح خشن ومنتج نهائي من الملح الناعم مغشوش ومن خامات مجهولة المصدر بمصنع غير مرخص لطحن الملح بالمنوفية. كما نجحت الإدارة في ضبط أكثر من 3 أطنان وأكثر من 60 ألف عبوة منتج نهائي وأخرى معدل التعبئة لسلع غذائية مقلدة ومنتهية الصلاحية بمصنع دون ترخيص لتعبئة المواد الغذائية بالجيزة.